مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار الخاص والخاص جدا. هذه المرة سنكون مع عبد الرؤوف بن غيث، اللاعب السابق لمولودية الجزائر، اتحاد العاصمة الدولية الجزائرية السابق أيضا، ولنتحدث حول القضية التي خلقت الكثير من الكلام في الشارع الرياضي الجزائري، في الشارع الرياضي المولودية الجزائر، لنادي مولودية الجزائر بطبيعة الحال، وهي قضية رحيله من المولودية والطريقة التي غادر بها النادي. إذن معنا اليوم رؤوف بن غيث، شكرا على استضافتنا في بيتك. أولا، سؤال أول هو قضيتك مع مولودية الجزائر، غادرت وانضممت إلى الرجاء البيضاوي، الإدارة تعترض على هذا الانتقال وتقول بأنه هذا الانتقال غير شرعي لأن هناك وثائق تثبت ذلك، ما الذي حدث فعلا في هذه القضية؟ بون، السلام عليكم. دابور مرحبا بكم عندي. القضية اللي أنا سمعتها أنا والتهم اللي سمعتها قامل ملي رحت للمغرب، سمعت شائعات، واحد يقول لك باللي هرب، واحد يقول لك باللي بروفيتها وجو سي با. ومنا دوك نحكي لا فري فيرسيون اللي ما قدرتش نصبر عليها، لازم نحكي باش نفسر الطريقه تاعي كيفاش مشيت للمغرب. دابور كنت في فاكونس كيما قال لي جوار، كي دخلت حكيت مع البريزيدون لا بروميير فوا، كي حكيت معاه قلت له باللي بريزيدون حجر جم، حكيت معاه لا بروميير فوا قلت له بريزيدون فوالا لازم نبدلوا الكونطرا تاعي، قلت له باسكو سينيت سيمون الاخر سينيت في كونطرا، قلت له راه مدايري لي باش نبدل الكونطرا في ديبي داني. قال لي تابا الدروا باش تبدل الكونطرا ومنه. قلت له اوكي بريزيدون ما كاش مشكل. قلت له انا عندي افنو، دابور ما حكيتش معاه على الافنو، بديت نحكي معاه عادي، حكينا مع الاول. قال لي رؤوف انا ما نقدرش نزيدك فوق 20 مليون، مالغري كامل الناس على بالهم الصالح اللي كنت ناخذ فيه في مولوديه اللي سينيت به، قال لي نزيدك 20 مليون. قلت له بريزيدون انا مانيش موافق على هذا الشيء اللي راك طلبته لي. قلت له انا مانيش راح نقول لك الصالح اللي راني حايبه، سي جيست نطلب منك تقيمني كلاعب اللي لعبت في اتحاد العاصمه، اللي لعبت في الترجي التونسي ولاعب دولي. قلت له هذا واش نطلب منك؟ قال لي رؤوف بعد الكلمه، قال لي رؤوف انا فوق هاد البري اللي عطيته لك مانيش راح نزيد فوق هادي. خرجت من المكتب تاعو، قلت له بريزيدون فوالا انا راني داخل ستاج، كنا داخلين ستاج اشرا، قلت له راني داخل ستاج ابري نشوفوا المشكل كيفاش. سيتي سا لا بروميير فوا ملي تلاقيت بريزيدون حجر جم. من بعد دخلنا ستاج بوندون 10 جور في اشرا، ما كاين ني ابل ني ميساج، قعدت نستنى، قلت بالك راهم كونسونطري مع الانتدابات اللي دارهم. جا اون فوا ولا دو فوا الاشاره تلاقيتو، مي ما كانش عندنا ديسكسيون بيني وبينهم، ما كاين والو. كملت الستاج تاع اشاره، رحت لتونس، مشينا لتونس ما كاين عندي اوكان كونتاكت بور لانستا، كان عندي والو. رحت لتونس قلت بيتيتر دوك يعيط لي في تونس. كملنا الستاج تاع تونس ما كان عندي حتى اوفر. كلمني المناجر تاعي قال لي فوالا راهو عندك تروازوف، قال لي عندك من المغرب، عندك من السعوديه، وعندك من قطر. قلت له الوغ انايا جو بريفير المغرب على الكوتي سبورتيف و بروجي تاعهم. قال لي اوكي. من بعد نسمع تاويلات يقولوا باللي رؤوف هرب. انا ديجا حاجه الاولى خرجت من الباب، كي لحقنا لايروبو خرجت من الباب اللي خرجوا منه كامل اللاعبين، واللي خرج منه اللي خرج منه جمال مربوط اللي كان هو رئيس الوفد تاعنا في تونس. خرجت مورا، خرجت عادي نورمال، ركبت في السياره تاعي ومشيت للدار. ابري نزيد نسمع قال لك لافنون مترافيكي ولا جو سي با مكتوب بستيلو ولا ما على باليش. لافنون هذاك داروا سي ابراهيميه الرئيس السابق اللي نحييه بهذه المناسبه، هو اللي دار لي لافلو. دونك انا كي عاودت شاورت سي ابراهيميه قال لي رؤوف لافلو تاعك راهو كوريكت، واذا كش ما كاين مشكل يكلموه. شاورتو بعد ما عاودت وليت من تونس هكذا؟ واه.
شاورته قلت له فوالا ولا فنوني نسمع باللي مترافيكي ولا جو سي با منو. قال لي نو. قال لي قلهم يشاوروني. هذه حاجه دوزيام. التروازيام سمعت قال لك باللي راه اوف راهم بروبوزاو له سالير تاع 300 مليون هنا في الجزائر. في الجزائر ما حجر جم قال لك راه اوف بروبوزاو له 300 مليون. انا نهار اللي تلاقيت بحجر جم لا بروميير فوا بروميير رونديفو معاه او رفيق صيفي على الحياه كنا نلعبوا لعبت معاه ماتش حومه في بن عكنون. ما كاش واحد اللي ما يسمعش النصائح تاع رفيق صيفي معروف. قال لي رؤوف واش درت في لوكا تاعك مع مولوديه. قلت له رفيق قلت له بور لانستون ما تفهمتش معاه. قلت له راه قال لي نزيدك 20 مليون با بلوس. قال لي معليش. قال لي فازي روح شاور عاود عيط للبريزيدون وهضر معاه قول له بلي فوالا يقيمك ان صالير اللي محترم. قلت له انا باسكو هذاك الصالير اللي عطاه لي تاع 20 مليون ماشي محترم ما قيمنيش. قال لي معليش. قال لي زيد عيط له وشاوروا وهضر معاه بالك تخرجوا في اتفاق باينين. قال لي باسكو راهي جايه لاشان. قال لي ديجا انت راك راطيت كوب دارب من قبل. قال لي ماذا بيا شغل تريح في مولوديه باسكو راهي جايه لاشان والبروجي سبورتيف تاع مولوديه تاع هذا العام راح يفيدك بزاف. قلت له اوكي. عاود تلاقيت بحجر جم لا دوزيام فوا. قلت له بريزيدون فوالا راني نحكي معاك دوكا بالورقه تاعي بورقه التسريح تاعي. قال لي كيفاش هاد الورقة؟ قلت له هاي الورقة قدام عينك تقدر تشوف وتقرأ. قال لي أوكي. قال لي ما كاش مشكل. إذا غلط تاني التاول كان مسير تاني في مولدية الجزائر وش اسمه خالد عدلان اللي على باله بالقصة تاني. قلت له باللي خالد عيط لخالد عدلان. قلت له خالد عدلان صالة اللي راهو عطاه لي البريزيدون ماشي محترم. الو رحت لقيت بريزيدون دو زيفون. قلت له عندي لافون دوكا نحكيو دوكا في السيريو دوكا. قلت له باسكو انايا راح نكون معاك راجل وراح نمشي معاك دقيقه الاخرى. قال لي اوكي. قلت له بريزيدون بدل لي السالير. قلت له انت كي تبدل لي في السالير؟ قلت له انا راح نبدل لاكلوز تاعي اللي راح نزيد في لاكلوز ليبيراتوار اللي راح تستفاد منها مولوديه. وقلت له لا ديغي تاع الكونترا تاعي ان شاء الله نبدلها باسكو انا لا ديوري تاعي تخلص في 24 فيفري. قلت له نديرها لجوان. قلت له انت مستفاد وانا مستفاد. قال لي اوكي. قلت له اوكي وشنو اوكي؟ قال لي راه نزيدك 10 فوق 30 ال 20 اللي زاد فوق ال 20 باش يفهموا انصار مولوديه الجزائر. باسكو انا كي جيت لهنا باش نوضح ماشي باش نوضح المسيين جيت باش نوضح الانصار تاع مولوديه الجزائر كيفاش سبب رحيلي عن المولوديه. هو كي قلت لهم هديه قال لي نزيدك 10. انا كنت ندي سالير تاع 150. قال لي اول مره كي جيت اول مره. لا دوزيام قال لي نزيدك 20 يعني 170. 170 كي وريت له لافنون قال لي نزيدك 10. هذا اخر لقاء اخر كلام اللي كان مع بريزيدو يعني 180 اتفقتوا على 180. قال لي 180. انا كي خرجت من البيرو قلت له بريزيدو ما راهش راضي بهذا السالير. قال لي معليش. قال لي روح من بعدك نحكيو. قلت له بريزيدون انا كي راني رايح لازم تفهمها حاجه في راسك لازم ديرها في راسك باللي هذا اللاعب راه اوفكير وخارج من المكتب تاعك ماهوش راضي بهذا المبلغ اللي عطيته له. قال لي لا. قال لي انت راك تكومباري روحك بلي جوار واخد اخرين. قلت له انا مانيش نكومباري. قلت له انا حاشا الجوار اللي جا اللي عطيت له لاصوم اللي كان حايبها ولا اللي نيغوس عليها هذاك مكتوبه. قلت له انا مانيش راح نشرط عليه. قلت له الجوال اللي راك جبته عطيت له سالير تاع جو سي با 400 500 ما يهمنيش. قلت له كل واحد ينيغوسي على على روحه. قلت له لو كان نجو نحكوا على تقارن قلت له ما يتقارني كلاعب دولي. قلت له باسكو القيمه اللي عطيتها ليش ولا عطيتها واحد صغير اسبوار. قال لي رؤوف حنا تفاهمنا باللي هذا هو المونطون اللي حنزيدوه لك. قلت له اخر كلمه. قال لي اخر كلمه. قلت له بريزيدون انا خارج راح نكون معك راجل راح نكون كبروفيسيونال جوار محترف انا راح ندخل ستاج زيد خمم وقول لي. قلت له برك ما تنساش باللي راه عندي لافنو راني نوضح لك باللي راه عندي لافنو. قال لي معليش. قال لي دير واش تحب. قلت له اوكي ما كاش مشكل. من بعد نسمع قال لك راه اوفون بروبوزا له 300 250 ما على باليش.
انا نتحدى اي واحد يقابلني يقول لي بلي انا بروبوزيت لك 300 مليون ولا 250. انا كنت مدابيا نريقل المشكل قبل ما نروح لتونس باش ما نوصلوش للمشكل اللي رانا حقنا له دوكا. لو كان قلت البريزيدون جي بريفير تريقليني دوكا باش انا نكون كونسونطري في التربص تاعي والحمد لله. كان يقول لك راه اوف ديل ديبي ما كانش حاب يريح في مولوديه ديل ديبي. انا كي تقابلت بالمدرب فاروق جحك معايا قال لي راه اوف وشنو هو لوبجيكتيف تاعك. كنت قادر نقول له بلي كوتش مازال ما ريغليتش لا سيتياسيون تاعي راني حايب نروح ومنه نو قلتها له ديريكت باسكو انا كنت حايب نكمل. لو كان ريغلي لي المشكل تاعي لو كان ريغلي لي المشكل تاعي ملحقناش هادشي. قلت له كوتش انا مادا بيا برومي اوبجيكتيف نربح تيتر مع مولديا. قلت له باسكو الناس كامل كاي لاعب في الجزائر يتمنى يربح تيتر في مولودية الجزائر. وقلت له لا دوزيام دو شوز قلت له باش نولي ليكيب ناسيونال. قال لي سي بون. كنت قادر نقول له كوتش مازال ما ريغليش لا سيتياسيون تاعي جبدني وحدي خليني نوطريني وحدي لو طون نريغلي المشكل. قلت له ديرك بلي راني حاب نكمل. بعدك ما فهمتش شفت بلي رحت المغرب نسمع رؤوف ما كاش حاب يريح رؤوف انا بروبوزينا له هاد بلاصون هاد بلاصون. بعد انت كي اتفقتوا يعني ماشي اتفقتوا كنت حاب يعني كنت حاب المبلغ اللي كنت حابه انت شهريا مع المدير. انا كي قال لي البريزيدون المبلغ هذا 180 مليون قال لي رؤوف قل لي المبلغ شحال راك حايب. قلت له بريزيدون انا ما نمدلكش مبلغ. قلت له نتايا اعتبرني قيمني كيما قيمت اللاعبين اللي جبتهم. قلت له ما نطلبلكش انا السومه. قلت له انا ما نطلبش. قلت له نحتاج بريزيدون تقيمني كيما قيمت اللاعبين الاخرين. قال لي ايه. قال لي ما كاش مشكل. قال لي مي رؤوف جبد لي ليزيستوار تاع ما قبل رؤوف ما كنتش تلعب رؤوف ما كنتش تلعب. قلت له كان ما حبيتش نلعب في مولوديه ما نجيش نشكي لك العام اللي فات ونقول لك باللي راني حايب نلعب. نجي نشكي لك شاك ماتش ونقول لك بريزيدون راني حايب نلعب هذا الماتش. كنت قادر نقول له اه سي بون انا عندي لافنو نسكت نخلص ونروح. ما حبيتش هذا. انا حبيت نلعب حبيت نمد البلوس باسكو انا في وقت اللي كنت تزيرت فيه نهار اللي دخلت الجزائر العاصمه ما لقيت حتى نادي وافق باش نسيني معاه ابار مولودية الجزائر. وجامي نكرت هذا الشيء. جامي قلت باللي نوم مولوديه ولا جامي في حياتي. قلت للبريزيدون انا جامي نكون الخير تاع مولوديه ولا تاع الانصار. قلت لهم على العين والراس. قلت لهم ميسي جيست قيمني هذا اخر كلام تاعي معاه. فيما يخص قلت بانه كاين بعض الاطراف قالت بانك طلبت 300 مليون لو كان عطاوك 300 مليون تريح على المولوديه تشوف باللي راك مقيم تاع الصح. شوف انا كي قال لي مد لي شيفر ما حبيتش نمد شيفر باش نفتح قوس. انا نهار اللي تلاقيت برافق قلت له رفيق هاوليك بريزيدون قال لي زادني 20 ايبا هذه بالك واحد ما انا بالو بها. قال لي رفيق روح دير نيه اذا لحقوا لك 220 230 تفضل. ما نقدرش نحرف الطلب تاع رفيق نعرفوه من الانصار مولودية الجزائر. قلت له اوكي. انا كي مشيت لتونس كنت نستنى على الاقل ميساج ابل ما لقيت حتى حاجه. يعني انت غلطتك كيما قيماتكش الاداره كما ينبغي. ما غلطتش مثلا ربما شفت الاجور تاع الوافدين الجدد وقارنت ربما روحك معاهم قلت بلي ربما انا افضل بعض اللاعبين من ناحيه القيمه. لا انا باش نقارن ما نقدرش نقارن باسكو لو كان نقعد نقارن مع لاعبين وحد اخرين انا نقدر ندوموندي كثر كيما الدرجه التونسيه نهار اللي قيموني مدوا لي كثر. مي انا على بالي لا سيتياسيون اللي جيت فيها المولوديه منش راح ندوموندي اون سوم تاع 300 ولا 500 ولا ما نباليش جامي. قلت له سي جيست قيمني كما قيمت اللاعبين واحد اخرين اللي جاوا المولوديه هذا ما كان. كيفاش كان المفاوضات تاعك مع الرجاء البيضاوي وشكون اللي كان خلف التنقل تاعك الى الرجاء؟ بون مفاوضات انا المفاوضات ملي كنت في تونس ما تكلمت مع حتى مسير تاع الرجاء ني رئيس نادي الرجاء مع حتى واحد. كان المانجر تاعي هو اللي مستكلف. جاء قال لي رؤوف هاملك
لي بروبوزيسيون اللي قدرت نجيبهم لك، الرجاء في السعوديه في قطر. ممكن نعرف شكون نادي في السعوديه وقطر؟ النادي في السعوديه كان ضمك، في قطر كانت السيليه. الور كي كملت ستاج ما عندي حتى مشكل، ما كملت ستاج عادي، دربت عادي، لعبت ماتش اللي قال الودي هذاك عادي، دخلت للجزائر العاصمه ما كان حتى اتصال من اي مسير ولا من عند الرئيس، ما عندي حتى شيء. خرجت من البوابه اللي هم يقولوا رؤوف هرب من المطار، خرجت من البوابه اللي خرجوا منها كامل اللاعبين، خرجت عادي. ومن بعد شكون اللي كان خلف تنقلك الى الرجاء؟ المناجر تاعي. المناجر هو اللي كان مستكلف. كلمني نهار بعد ما خرجت من المطار، جيت للدار، كلمني قال لي رؤوف غدوه ان شاء الله نتقابلوا في المغرب، نمشي ونروحوا نصحوا في المغرب. قلت له اوكي. قال لي كلموك مولوديه بالاخر. قلت له ما كلمني حتى واحد. بعدك مشات الامور، مشات الامور نورمال عادي. ما تشكش ربما كاين بعض الاطراف، ما نكذبش عليك، اللي راهم يقولوا رؤوف رؤوف راهو حبوا يفسدوا الصوره تاعي في مولوديه، ما يقدروش. باسكو لو كان حبوا لو كان يحبوا يديروها، لو كان راهم داروها من قبل. مي الحمد لله انصار تاع مولوديه الجزائر شافوني كيفاش كنت نتعامل في مولوديه الجزائر، جامي رعطيت اونطريمون، جامي استفززت انصار مولوديه، لعبت قلب وروح، سيت نشمخ التريكو تاع مولوديه. لا بروف كيما قلت لك، قلت للمدرب بلي راني حاب ندي تيتر. وربما كاين بعض الانصار خصوصا بعد مغادرتك بتلك الطريقه المفاجئه والكلام الذي حام حول مغادرتك نحو الرجاء البيضاوي، كاين كثير من الانصار قال لك بلي رؤوف بن غيت شغل خان المولوديه، لان المولوديه كيعاودوا للجزائر احتضناته وفي النهايه راح بهذيك الطريقه غطهم. يعني سي فري غطهم باسكو سمعوا الفيرسيون الغلط. باسكو انا النهار اللي مشيت للرجاء ما كانت حتى الدرجة، ما كان عندي حتى مشكل نهار اللي مشيت الراجع. بعد غدوة من ذاك نسمع كلام آخر باللي الرئيس حجر جم أو طلب الرؤوف إنسون، رؤوف هرب من الآخر. تما اللي شغل غادتني كيفاش حبوا يخرجوني من المولودية من لابتيت بورت. مي أنا كي كنت مولودية أنا اللي كنت نعيط للبريزيدون باش نقابلو، كان يقول لي اصبر نتلاقاو غدوه، نتلاقاو غير غدوه. انا اللي كنت نجري موراه باش نسي نعاود الكونترا تاعي، انا اللي كنت نعيط له باش بريزيدون اروح نعاونك في لاكلوز تاعي، قلت له نزيد لك اون سوم، قلت له مالغري انا جيت باطل سي فري وانتوما اللي وقفتوا معايا، انتوما اللي لقيتهم في وقت شده، قلت له ميتك راح نبدل لك لاكلوز، نمد لك اون سوم، قلت له مام نقدر نلحقها لك 250000 اورو في لاكلوز تاعي ونزيد لك في لا ديوري تاع الكونترا. قال لي رؤوف نمد لك هاد لاسون تاع 180 ونمشيو بهاد واش قلت لي؟ قلت له بريزيدون لهنا راك تخمم في روحك، ماكش تخمم في اللاعب. قلت له انا مديت لك دي بروبوزيسيون وانت مازال ما تقول لي على 180. دونك الناس راهي تحكي هكاك يقول لك رؤوف خان، انا ما خنتش، انا مشيت بالواقع، مشيت بكل احترافيه اللي كاين، كانت عندي اوراق، تكلمت مع الرئيس هو اللي ما مشاش معايا بالطريقه الاحترافيه. باش نزيدوا نوضحوا اكثر للمشاهد والمناصر تاع مديريه الجزائر، واش مكتوب في العقد تاع رؤوف بن غيت واش مكتوب في لافنو باش الناس تفهم وتعرف علاش رحت والعقد تاعك مازال ساري مفعول حتى فيفري 2000. العقد يقول باللي رؤوف بعد انتهاء العام في الجزائر يمكن زي ما يقولوا باللي في لافنو باللي رؤوف يقدر يكون ليبر لو كان يجيه انوف اليترونجي. هذا واش مكتوب في العقد، ماهمش كاتبين لازم نيغوسي مع مولوديه ولا لازم نشاور مولوديه بعد قبل 15 يوم في لافنو هكاك. انا كي سقسيت لافوكا تاعي اللي هو فرنسي اللي يعرف قانون مليح، قال لي رؤوف لافنو تاعك صحيح 100%. الا هنا سمعت بالتاويلات اخرى باللي لافنو مترافيكي.
منين ما على باليش منين جاتها. قال بانه ماشي مدفوع على هذا الرابطه وانه الرابطه والفاف راحين يمشوا مع مديريه الجزائر في هذه القضيه. انا عندي كل ادله اللي تثبت باللي لافنو مدفوع في الرابطه وكل شيء، غير اذا نعرفوا كيفاش تمشي الخبايا هذوما، نعرف كيفاش تمشي. مي عندي كل الادله اللي لازم لي وين يلزم نبينها نبينها. ربما النقطه السوداء في هاد لافنويا انه تم التسريب وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات شخصيه الوالد الوالده رقمك الشخصي، يعني هذه ربما هاد الامور ثاني نقطه وعلامة استفهام كبيره. كيفاش خرج لافنويا؟ هذه كيفاش خرج؟ هذه اللي راني حاب نبوزيها للناس. كيفاش خرج؟ انا كان لافنو تاعي كان عندي عند مناجر، ماشي المناجر اللي داني الرجاء، واخد اخر وفي الرابطه. انا كي تكشفت لافنو خرج في مواصل التواصل الاجتماعي تشوكيت. يعني يكون واحد من هاد الثلاثي هو اللي يكون خرج، يا من الرابطه يا من المناجر يا هذا ما كان. انا كي شفت هكاك تفاجات، تما اللي قلت لازم نتكلم ولازم نرياجي باش نوضح الامور هذه بكل شفويه. انا كي شفت هكاك شفت باللي ديباساو الحدود تاعهم باسكو ما عندهمش الحق يبارطاجيو هاد لافنو باسكو فيه حوايج بيرسونيل. انا طلبت من المحامي تاعي ان شاء الله غدوه ان شاء الله تكون عندي رونديفو ان شاء الله باش نمشيو نرفع شكوى للناس اللي ضد الناس اللي خرجت لافنا. الان راك يعني خلاص راك في الوداد او في الرجاء البيضاوي، جمله كبيره من اللاعبين الجزائريين متواجدين تم رحت يعني لبضعه ايام صحيح، لكن كي شاهد الاجواء داخل الفريق بين اللاعبين الجزائريين متواجدين تم خصوصا انهم كثره وربما اقدامهم قائم البحث. سي فري تما رانا دوكا خمسه لاعبين من الجزائريين اللي راهم في الرجاء. الحمد لله والله استقبلونا استقبال كبير الحمد لله والله. لي جوار تاع الرجاء فرحوا بينا ورحبوا بينا وكل شيء. لا بروف غايا اللي راهو اونسيا فينال تما دونك يعرف مليح اللاعبين تما، دخلنا في الاجواء كما ينبغي عادي رحبوا بينا ان شاء الله. مام الشعب تاع الرجاء اللي فرح كي شاف اللاعبين الجزائريين في الفريق، دونك اللي علينا احنا ان شاء الله مازال ندخلوا في تربص ان شاء الله يوم 11 اوت باش نبريباري ان شاء الله لا سيزون. يعني قبل ما توقع طبعا العقد تاعك فور ما وصلت درت لي تيست فيزيك درت كلشي كان تمام؟ نو الحمد لله التيست فيزيك اللي درته كان كلش تمام جاز طري بيان الحمد لله. ربما كاين واحد النقطة البعض يتخوف منها شوية، كاين بعض اللاعبين الجزائريين اللي احترفوا في المغرب ولكن ما صدقت لهمش، يعني ربما نذكرهم بينهم بن عبدي، نذكرهم بينهم ايضا لاعب شبيبه القبائل سابقا سوياد عاودوا دخلوا للجزائر ما نجحتش التجربه تاعهم. ما راكش متخوف شويه من هذا الجانب عادي؟ لا ما عنديش مشكل في هذه الطريقه اللي قلتها لي باسكو انا ديجا خرجت من الدوري الجزائري رحت لتونس كنت نسمع هضره كيف على هذا الشيء. من الحمد لله تما كي تخدم وتكون سيريو في حياتك تما راه امبوسيبل تقول ماكش راح تنجح. دونك تما اللي عليك تخدم تكون سيريو تمد افون واش راهم يطلب منك المدرب وتزيد تفرح ابارمون الشعب تاع الرجاء معروف كيفاش راح تمشي لك ان شاء الله. ان شاء الله. تحدثت انت في البدايه على المنتخب المحلي وتحدي كاس افريقيا يعني للمحليين، ما تشوفش بلي راحت لك ربما فرصه انك تشارك كاس افريقيا يعني للمحليين هنا بالجزائر؟ ربما كانت عندك فرص كبيره باش تكون ضمن تشكيله بوكره. سي فري باسكو انا اونت بارونتيز نقدر نقول ما عنديش الزهر في هذوما باسكو كوب داراب كيف ما لعبتهاش دوكا لاشان. باسكو انا النهار اللي تقابلت برفيق صيفي هو اللي حفزني على هديه تاع لاشان. انا درت في بالي باللي قلت له رفيق خلاص راني في المولوديه. زاد حفزني اكثر كي قال لي باللي كاينه لاشان، قال لي ديجا راك راطيت ديجا كاس العرب. دونك لاشان شكون اللي ما يحبش يلعب لاشان؟ شكون اللي ما يحبش يبان فيها باسكو راح تمثل المنتخب الوطني اون بليس في بلادك. دونك ان شاء الله
اذا قدرنا ان شاء الله تخرج كاش حاجه بالك نقدروا نلعبوا ونتمناوا ان شاء الله نكونوا فيها، واذا ما كناش راح نكونوا من اول المناصرين تاع المنتخب الوطني ان شاء الله. كان ما اخيره توجه الانصار مولدية الجزائر، لانه الكثير من كلام قيل حولك مؤخرا. بالطبع كلمه الانصار مولدية الجزائر، مولدية الجزائر انا حبيتهم ومازال نحبهم، مازال نشجع الفريق هذا مالغري رحت من نزلني. مي حبيت نقول لكم بلي ميرسي بوكو كي جيت ولقيتكم نتوما، لقيتكم نتوما اللي وقفتوا معايا فوق الشده، والحمد لله اللي جيت انا باش نفسر لكم ونوضح لكم سبب رحيلي من مولوديه الجزائر، بلي هذه هي لا فري فيرسيون كيفاش مشيت مولوديه الجزائر، هما اللي بوساوني باش نخرج بهذه الطريقه. انا باسكو كنت في راسي كنت قادر نقول عفايس وخد اخرين، مي بليطار ان شاء الله نزيد نفسر لهم بوكو تشوز ان شاء الله. على كل حال هي بالنسبه كبيره ربما راح يردوا بعد الحوار هذا يا حصري لقناه الهداف، ربما راح يردوا عليك ايضا. انت راك تتوقع تقريبا السيناريوهات اللي راح تكون في حال ما اذا ردت عليك اداره المولوديه. نعم شوف انا ملي مشيت للرجاء كنت نتمنى من الرئيس يقول الحقيقه واش صرا بيني وبينه، لو كان ما لحقناش لهذا الشيء كان قادر يقول بلي سيفري راهو في بروبوزيت 180 راهو في 26، لو كان الانصار متفاهموا الوضعيه. مي باش لحقنا لهذا الشيء كان بسبب هذا انا، باسكو مولوديه الجزائر كما قلت لك على العين والراس نحبهم ومازال نشجع فيهم، ما نروح الرجاء باسكو على بالنا العلاقه ما بين الرجاء ومولوديه الجزائر علاقه قويه ان شاء الله. كما قلت لي نتايا قلت لي بلي راح نستناو الرد، ما عندي حتى مشكل انا يردوا راح نسمع الرد تاعهم وراح نتقبل الرد تاعهم، باسكو كيما من قبل طلقوا اشاعات دونك راح نستنى اشاعات واخد اخرين، ما عندي حتى مشكل. بارك الله فيك بلا مزيه، الله يحفظكم ان شاء الله. ميرسي بوك.